I still blink in the sunset. You know I never wanna make you upset. How did I become so سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتوكم؟ كلشي بخير؟ كي دايرين مع الصحه؟ كي دايرين مع عمي رمضان؟ كي دايرين مع شي تماره؟ كي دايرين مع الطياب؟ كي دايرين مع الكوزينه؟ كي دايرين نتوما؟ ايوا اليوم جيت الروتين ديالي اليوم، نتمنى يعجبكم وشكرا على التعليقات ديالكم، شكرا على كلشي. البارح قالوا لي الناس واش انتي بنت خميسات؟ انا بنت خميسات، بنت شلحه. تحيه للناس المغاربه كاملين، تحيه للناس خميسات. غنجي معكم واحد الوصفه اليوم ديال الماكله ديالي، كنتمنى تعجبكم. دايره الفلفله الخضراء والصفراء وخيزو والبصله، ودايره شويه القزبر والزيتون والكفته، ودايره شويه ديال البزار والملحه، عفوا سمحوا لي، ودرت الزيت هي، وغادي تشوفوا الطريقه ديالي، نتمنى تعجبكم. وها نتوما معايا واحد الكوزينه ديالي، يلا غنجمعها مزيان. ايوا ها نتوما معايا، انا غادي نديرها طيب شحر مزيان، وغادي ندير شويه الزيت. ها هي البنات شوفوا الزيت، وغادي ندير شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه مزيان. ها هما البنات، ايوا الكوزينه ديالي هذا نفكها. ايوا راه صراحه بنت تنوضي تجمعي الدار ديالك، نتعاود معكم المشاهدين ديالي. ها هي راه تنشحرها مزيان، تنتمنى يعجبكم الفيديو ديالي وانتم تشوفوا. ها هي، ودرت واحد الحريره يا البنات، الحريره القديمه، ما فيها كنور، ما فيها لحم، فيها العصريه وفيها القزبر ومعدنوس والكراف. صافي السك، درنا الحريره القديمه، ومازال غندير معكم الكسكسو ديال الخميسات بالحليب. ايوا هذا هو التوائب ديالي، غيتشحروا وتنتمنى يعجبكم. ودرت شويه الرز، غادي ندير شويه شلاضه. ايوا ودرت هيا التوائب ديالي، كنتمنى يعجبكم. ايوا ها نتوما، وغادي نصايب معكم الدجاج. انا نصايبو دابا، ها هو، ايوا ها هو الدجاج، نصايبو معكم. انا تنشري وتندير هادو الطاسات، تنجيبو من البزار وتندير الطاسه ديالي. شتي كي تندير ليه؟ شوفوا البنات كي تندير لي، تنجيب الطاسه ونديرهم نديرو في الفريكو، تنجيبو من البزار ايوا نصايبوهم ونقادوهم. انتم تشوفوا معايا الطريقه ديالي وتنتمنى يعجبكم. وانتم معايا بنات، هي تتحر، ها هي. وانا غادي ندير دابا الكفته، وغادي نصايب معكم الدجاج. ها هو البنات يا المشاهدين ديالي، نموت عليكم. والحريره راني قلت لكم شنو درت ليها، وها هو الطياب ديالي، وتنتمنى يعجبكم. وشكرا بزاف 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 بزاف، راه نتوما عزازين عليا وها نتوما معايا. البنات انا غادي ندير معكم سميتو هاد الدجاج، غادي ندير ليه الترميله. ها هو البنات، انا غندير معكم الدجاج، غندير، اضحكوا عليا كنعرف نقول كوتشوب بنتي دا تضحك، غندير شويه، والله ما كنعرف نديرو. انا صراحه اي حاجه تنعرف ليها نديرها ما عرفتش نعرفهاش، ندير شويه الكوتشوب، غادي ندير شويه الحامض. ها هو ديروا جوج معالق، غادي ندير التوابل. انا ما عنديش ثومه بودره، غادي ندير شويه التحميره، شويه الملحه، شويه البزار، شويه الخرقوم، سكينجبير، وغادي ندوزهم. ها هما، ايوا نتوما معايا، وها هي الطيب ديالي، الشوي اللي درت. ها هما لاباس ليكم، ها هي. نتمنى يعجبكم الروتين ديالي، داكشي اللي كاين تنشاركو معكم. وها نتوما معايا، دابا غادي نخلطو. انا ما عنديش ثومه، نخلطو غنديرو في الفران. وهانتوما تشوفوا الطريقه ديالي مزيانه، غادي نديرها هكا. واللي عنده اللي بغى يدير الهريسه يدير الهريسه، انا ما درتهاش. غادي هاد الطبق هذا غنديرو مع شلاضه ديال الرز ونحطو. وها هو الكوتشوب، ضحكوا عليا البنات، خاص ندير شويه الحامض، انا شويه تعجبني الحامض في الدجاج.
ورجع معكم نتمنى يعجبكم النهار ديالي، وبغيت نخرجكم تشوفوا خدامه مساكين صايمين حتى ليا دكتور دوك السيليان وسميتو كاينين مغاربه ما كاينينش مغاربه بزاف، بغيت نوريكم ويني كاينين لابوليس البوليس مابغيتش ندير ديال واحد كاينين سميتو، وهانتوما معايا البنات غادي ندير معاكم شويه الزيت، غندير شويه الزيت في البحريه، غندير معاكم شويه القزبور حنا عندنا القزبور ما عندناش ما عندناش انا كاع، ها هو الحمام تاع المشاهدين ديالي، غادي نديرو في الفران وغادي تشوفوا الطريقه ديالو ديال التحضير، كنتمنى يعجبكم البنات. انا غنديرو في الفران، شوفوا كوزينتي البنات غادي نفك هدار، شوفوا شوفوا الكوزينه كي دايره، ايوا حس العواني انا عندي كلشي مني دار مني نصايب كلشي، راجلي خدم وانا نصايب الدار، وشوفوا الكوزينه ديالي انا غادي نقاد دابا وانتوما معايا وغتشوفوا الفطور ديالي وتنتمنى يعجبكم. دابا غنديروا في الفران، غادي ندور الحريره ها هي سميتو، غندير معكم العجينه ديالها وتشوفوا الطريقه كندير ليها، وتنتمنى يعجبكم الفيديو وهانتوما معايا البنات. انا رجعت معكم درت جوج لايفات ديال الطحين الزوين، ودرت شويه الخميره الملحه عفوا سمحوا لي، وغادي ندير كاس الحليب، ها هو البنات كاس الحليب غادي ندير فيه الخميره باش ندير معكم العجينه، ها الخميره غادي نحركها مزيان، ودرت واحد شويه ديال السنيده اختيارات ديالي تجي زوينه الخبزات هادو اللي غنديرهم، وهانتوما تشوفوا الطريقه ديالي، والحريره اللي قلت لكم البنات جات زوينه يا البنات شهوه منها، غنوريكم كي دايره الحريره القديمه ما فيها اللحم ما فيها، ها هي الحريره ديالي انا نوريها لكم مزيان شتي، ها هي الحريره تطيب نوريها لكم ما فيها لا لحم لاك سميتو اللي قلت لكم كنور عادي البنات، ها والله الا طلعت حسن من هذيك اللي درت هذيك المره باللحم، ها هي البنات هذه هي الحريره اللي عشنا فيها صراحه الناس القدام صراحه الله يعطيهم الصحه، وهي سميتو ديك اللي صايبت معكم ها هي، شوفوا مزيان باش تدي لكم. دابا انا ملي تنصور بنتي تتحفظ كاينه معاهم المعلمات، وراه غسلت المواعن وانا نرجع معكم دابا غادي نعجن، ورنا نتوما تشوفوا طريقه العجينه ديالي وصحوا ليا ايوا نتوما معايا، غادي ندير سميتو وغادي تشوفوا الطريقه ديالي وها نتوما معايا البنات. عجينتي تاع العلكه هالعلكه شويه باش تجي زوينه في الطعمه، غنشوفوا الطريقه ديالي انا تنعلك الخبز ديالي ها نتوما، غتشوفوا الطريقه اللي غندير هي غتجي بحال مسمن وهي راه ماشي مسمن، غتشوفوا مزيان عليكم مزيان الخبز البنات. هذاك الكاس د الحليب اللي درت تقدروا تزيدوا فيه شويه الماء باش يكبل لكم العجينه تخلط العجينه، وها نتوما تشوفوا الطريقه ديالي نتمنى تعجبكم، انا راه قلت لكم الخبز خاصني نعلكم ما عندنا اللي يديني لا نعلكم باش الشيء كيجي اي حاجه تجيها زوينه بحال الناس القدام صراحه. ها نتوما معايا الطريقه ديالي البنات، انا علكتو غادي ندير ليه بحال هكا وغادي نكورو بحال هكا باش نخليه يطلق شويه، غتشوفوا الطريقه ديالي نتمنى تعجبكم بحال هكا نخليه يطلق، انا درتها غندير ثلاثة أربعة د الكويرات، غادي تشوفوا الطريقة ديالي نتمنى تعجبكم، كديرين البنات كديرين معاها شي تمارة حتى هي ملي توصل قبر الودن سبحان الله العظيم، الله إلا فكيتو دوك المواعن ولا أنا حتى أنا تنعكز مور الفطر تنعكز باش نغسل المواعن، والله ما تنغسلهم حتى أنا ديك 12 بحال هكا ولا أي أنا وغادي نرجع معكم، نتمنى تعجبكم انتوما، غادي
كنت ليها الزيت باش ما تديرياش هذوك الورقات. ها هما صافي، غادي انا نرجع معاكم دوك شويه وانا معاكم. ها هو الرز ديالي، درت هذه البنات شوفوها مزيان، هذه فيها كلشي، تمن سميتو الكوناط، ودرت فيها شويه المايونيز والملحه وشويه البزار والخل. ها نتوما تشوفوا التحضير ديالها مع الدجاج، يا نتوما تشوفوا معايا الملوي. انا غادي نديرو ها هو، غادي ندير لي هكا انا الزبده ما ذوبتهاش، غادي نديرها بحال هكا. لكت الخبز ما غاديش نقدر ندير، شوف مزيان الوصفه ديالي ديال الماكله ديالي، عفوا ما غاديش ندير الزيت بزاف والزبده باش ما يطلع هذا، غنديرها بحال مسمن هي. راه انا تشوفوا الطريقه ما تعجبكم، ها هي البنات غنديرها بحال هكا بحال هكا، غادي نخليها تطلق ونرجع معكم تشوفوا الطريقه كي دايره التحضير ديالها بحال هكا هكا، وانتم تشوفوا الطريقه. نتمنى تعجبكم. انا غادي ندير شويه الفرماج اختيار ديالي، تندير شويه ما درتش بزاف، غنزاد عليا شويه، كاين عندي في الفريكو يعني درتها شويه باش بزاف. ها هو غادي تشوفوا الطريقه ديالي، انا غادي نشوف ها هي. هاهي شوفو مزيان نعمرها، تجي هي بحال مسمن وهي راه ماشي مسمن، هاهي تشوفو تجيني ورقة. غادي نوريكم معاكم هانتوما، هاهي البنات شوفو الطريقة. غادي نديرها غادي نديرها، هانتوما تشوفو، نتمنى تعجبكم الطريقة ديالي، تندوز معاكم النهار ديالي. غادي ندير بحال هكا، أنا معاكم هانتوما شوفو كي دايرة. غادي ندير من هنا، غادي تجبد بحال هكا البنات بحال هكا بحال هكا، ديروهم شتي بحال هكا، تجي بحال هكا، غادي تجي بحال هكا البنات باش تبان مورقة دابا هكا البنات. هانتوما هذه هي الطريقة ديالي، غنعاود معكم واحدة أخرى باش تشوفوها مزيان موضحهاش مزيان. ها هي غادي ندير الشوك ديالي زعما هانتوما بحال هكا، شوفو مزيان غادي ندير ها هكا، غادي ندير ها، غادي نلويها بحال هكا، نضربوها هكا باش تجي مورقة يا فهمتي بحال هكا، ها هي وهكا وصافي. هانتوما ها هي ها هي البنات طريقة زوينة. تفرد البيض وشوي ديال سميتو الزبدة، ودرت شوية الحليب فيه باش تحيد هاديك السفورية. هيا غادي تشوفو الطريقة، غادي نوري معاكم واحد سميتو باش نبدا، غادي ندير لها بحال هكا البنات. بغيتو ديرو ثلاثة بغيتو ديرو، أنا درتها ثلاثة غتشوفو صافي، أنا نديرو في الفراغ غتشوفو الدجاج ديالي كيطاب. بنات الله جاتني واحد التقضية من واحد السيدة هنايا، اللي بغا النمرة ديالها ولا شي حاجة راه تتصيف ونكتبها لكم تحت الفيديو. وهذه ديال سميتو انا نوريها لك، زوينه يا البنات ديال شاورما ولا اللي بغيتو ديروا فيها، زوينه يا البنات اللي بغى شي حاجه شتي. يلا وصلتني ما كاملاش حتى يومين، صيفطات لي السلعه
اللي بغى شي حاجه ولا شي حاجه نكتب ليه النمره التليفون تحت الفيديو ونتواصلوا معها. زوينه البنات والثمن ماشي زعما رخيص ماشي غاليه. وانتم معايا في الفطور ديالي الطبله ديالي واجده ها الحريره اللي قلت لكم لا داكشي اللي قلت لكم هي اللي كاينه زوينه يا البنات. ودرت العصير وهاد الدجاج اللي صايبت معاهم وها سميتو والعصير درته بالليمون والفريز وبرد اتاي. وبالصحه والراحه الفطور ديالكم وتيتمنى يعجبكم وديروني ابوني ابوني ابوني.